تكون ماشي على جنب النهر في جنبك اربع جثث عمالها تنحرق. طلع اللاسي بالحشيش. وين ما تمشي هون بتلاقي ناس بدهم يتصوروا معك. ثانك يو جو. اهلا فيكم ببرناسي. صباح الخير. اليوم احنا بمدينه ببرناسي، هاي المدينه اجيتها قبل هالمره عملت فيديو قصير بس في كثير ناس طلبوا انه ندخل بتفاصيل اكثر لانها واحده من اكثر المدن غرابه في العالم. عشان هيك استغليت الفرصة واليوم 12/11 في مهرجان اسمه ديف ديبوالي بالليل رح يضوي المدينة كلياتها شموع أضواء احتفالاً بالإله تبعهم شيفا. فبدأ أشوف هذا الإشي وبنفس الوقت خلال اليوم خليني أحكي لكم أكثر عن هاي المدينة وثقافتها وشو اللي بيصير فيها، شو قصة الموتى اللي بيحرقوهم، وشو قصة الأغوريين اللي قاعدين بكل الشوارع وشالحين أواعيهم. خلينا نروح يلا. مدينة فاراناسي جاي على ضفاف نهر الجانج، هذا النهر اللي جدا مقدس في الديانة الهندوسية وهي تعتبر أقدس مدينة من كل المدن المقدسة في هاي الديانة. عشان هيك كتير ناس بيجوا على هاي المدينة فقط علشان يموتوا فيها، لأنه اللي بموت في هاي المدينة وباخد آخر نفس إله في الحياة هون طريقه بكون دغري على الجنة. الأسطورة وراء كون هاي المدينة مدينة مقدسة في الديانة الهندوسية إنه في يوم من الأيام الإله شيفا مع الإله براهمان كانوا في معركة، والإله شيفا قطع واحد من رؤوس الإله براهمان الخمسة، فعلامة للانتصار والافتخار بهذا الإنجاز ظل حامل هذا الرأس طول حياته وهو بيمشي في العالم إلى أن وصل لهذا المكان في الأرض اللي اسمه فاراناسي، وقع منه الرأس واختفى في الأرض. وعلى هذا الأساس شيفا أسس مدينة فاراناسي بعد ما صار هذا الإشي وخلاها واحدة من أهم المدن المقدسة عنده. وبالرغم من أنه نهر الجانج من أقذر الأنهار بتلاقي ناس جايين من كل أنحاء الهند عشان ياخدوا هاي الغطسة وهم موجودين هون، والسبب برجع لأنه النهر الجانج مقدس جداً وبالنسبة لهم هاي الغطسة ممكن تمحي كل الذنوب. طبعاً مع محي كل الذنوب ممكن تجيب ما بعرف شو الأمراض اللي ممكن تجيبها، بس أكيد مليون مرض، لأنه بيستخدموا النهر في هاي المنطقة ليرموا الجثث اللي بيحرقوها، ليرموا المجاري والأوساخ. مش عارف إذا الموضوع مستاهل بالنسبة لهدول الناس كتير، أكيد أي حدا بيجي هون مش لازم يعمل هذا الشيء. أحسن وقت الواحد يطلع يشوف المدينة وقت الشروق، بتكون الشمس جاي من الضفة الثانية من النهر والمنظر رهيب رهيب جدا. هاي المنطقة اللي وراي هي المنطقة اللي بيحرقوا فيها الموتى، في هلا تقريبا عدة جثث عمالها تنحرق، طبعا تقدروا تشوفوهم من هون، بالعادة بيكون ممكن في أكثر حتى. امبارح جيت وقت الظهر كان كل أماكن الحرق مليانة، مع هيك في أغاني سعيدة شغالة نوعا ما، وهذا إشي من أغرب الشغلات اللي ممكن تشوفه في العالم. وفي الهند بيعتمدوا النظام الطبقي، عشان هيك حتى بالموت والحرق في عنا هون بنحرقوا الناس من طبقة الدنيا، هناك بنحرقوا من الطبقة الوسطى، وفوق بهذا المعبد بنحرقوا اللي هم من الطبقة العليا. هون تنحرق اليوم تقريبا 300 جثة، وفي زلمة شغله أثناء الحرق إنه يجي وبالعصاي يكسر الجمجمة عشان تطلع الروح من الجسد، وبعد ما يخلصوا الحرق باخذوا الرماد وبرموه في النهر
الفكرة من هذه العملية كلها انه لما يعملوا هيك الشخص بوصل للنيرفانا اللي هي بيعتبروها الجنة او انكسار دائرة الحياة والموت. والطريقة الوحيدة انك تحصلها انك تيجي فاراناسي وتنحرق ويتاخذ رمادك وينرمي في النهر. بس برضو لهذا الموضوع في تقاليد، اغلب الناس مسموح لهم ينحرقوا، لكن في عدة ناس مش مسموح لهم ينحرقوا زي الحوامل والعاهرات. هدول باخدوهم جسمهم زي ما هو وبرموه في النهر. عشان هيك في بعض الأوقات ممكن تشوف داخل النهر جثث طافية وجاي على طرف النهر، وهذا الاشي طبعا غريب. ممكن تشوف كلاب عمالهم بعضعضوا في هاي الجثث، وممكن تشوف بعض الأوقات الأغوريين باخدوا الجثث وباكلوها. قطعة القماش هاي هي اللي بغطوا فيها الموتى بس يموتوا، وحسب مين الميت، زلمة ولا مرة ولا مرة جوزها عايش ولا ميت، على أساسها بقرروا إيش لون هاي القماشة. خلينا نروح. هذا الخشب اللي حوالينا هو أهم عمل موجود في هاي المنطقة، لأنه عشان يحرقوا الجسد الواحد بدهم تقريباً 300 كيلو من الخشب، وهذا الإشي بكلف للشخص الواحد ما بين 5000 ل 20000 روبية، يعني قاعدين نحكي بين 70 لتقريبا 300 دولار. عشان هيك مو كل واحد بيموت في هاي المدينة معاه فلوس انه يجي وينحرق هاي الحرقة في فاراناسي، لانه الموضوع غالي، غالي انك تموت في فاراناسي، مش موضوع رخيص وسهل. الخشب بيعتمد على قد ايه العائلة غنية. اذا انتوا عائلة كتير غنية ممكن تاخذ من الخشب ابو الغالي، اذا انت واحد فقير معدم وكان معك حق هذا الخشب ممكن تاخذ من الخشب الرخيص عشان تنحرق. جيت على المعبد اللي بنحرقوا فيه الناس، فوق بنحرقوا الناس تبعون الطبقه العليا، وتحت هلا اجت جثه جديده اللي بدهم يحرقوها، عم بيجهزوا لها المكان، حطوا الخشب. مع هيك في موسيقى سعيده. في المنطقه اللي وراي في عده حلاقين قاعدين على الارض، عشان في واحدة من الطقوس بتحكي انه لما واحد يموت ابنه الكبير لازم يجي ويحلق شعره. هذا الاشي هو من باب التضحيه، انه انت بتضحي بشعرك للحدا اللي مات. على ضفاف النهر في فاراناسي مستحيل تزهق وانت بتمشي، دائما في شغلات عم بتصير. في عندك ناس اللي عم بيسبحوا طول الوقت، القوارب اللي عمالها بتمشي، المنظر كثير حلو خصوصا وقت الشروق والغروب. في عندك البقر، في عندك الناس اللي بطلب بوت. No, thank you. How much for the boat? You are not doing what I tell you. If you come, then I tell you. I will not go. I just want to know the price. Okay, you ask some other one. Okay, thank you. واحدة من الشغلات الغريبة وانت ماشي بيجي واحد يسلم عليك، أول مرة بشوفها بالهند هاي الشغلة. بيجي واحد بيسلم عليك، تعطيه إيدك بيبدأ يعمل لك مساج، وبقول لك لا والله غير أعمل لك مساج، بتصير بدك تطول إيدك منه. ببطل يعطيك اياها. هلا هلا بفرجيكم، شوف راح احاول اصور واحد عم بيعمل لي هيك. ها شايفين بلش جات له ها. اتس اوكي اي دونت وان ثانك يو. يور كانتري. المنطقة الداخلية من فاراناسي جنب ضفاف النهر، ورا ضفاف النهر، هي المنطقة اللي فيها الجيست هاوسز، محلات الشوبينج، الأواعي. بتلاقي فيها مليان كلاب، قرود، بقر، بسكليتات، موتورات، المشي فيها شوي زنخ. لكن بنفس الوقت فيها محل رهيب أنا بحبه من يوم ما جربته أول مرة لما جيت فاراناسي، أدمنت عليه. اسمه بابا لاسي. ببيع لاسي اللي هو مشروب معمول من اللبن، حلو نوعا ما، بتعمله مع عدة أنواع فواكه، ممكن مانجا ممكن. أوكي، هذا الزلمة اللي بيعمل لاسي اسمه بابا، وفي عنده في المنيو، خليني أفرجيكم، استنوا شوي. زي ما شايفين عندنا أنواع لاسي كثير أغلبهم بالفواكه، بس هون عندنا واحد اسمه بابا سبيشل. And I want you to tell me what is the special بابا لاسي. Special لاسي the Varanasi culture week marijuana. Okay. The marijuana name is bhang. Okay. So make the bhang in also fruit and dry food all together mix in make the baba special. Okay, baba special. Yeah. Special yeah. Feeling, special smelling. Yeah. No, Varanasi is the legal. The Varanasi is the Shiva city. Shiva is the holy city, so Varanasi is the legal. This is the not sell the people, only for the government shop. I smell.
From the smell I'm starting to laugh. طيب طلع اللاسي بالحشيش قصدي طلع اللاسي اللي طلبته بالمانجا والهيل. صراحة هاي النكهة أول مرة بجربها، أغلب اللي طلبتهم كانوا مانجا، طلبته بالقهوة، طلبته بالرمان. أوه very nice. المدينة منطقتين رئيسيات لحرق الموتى، المنطقة اللي شفناها الصبح اللي هي أهم وحدة، وهون في وحدة ثانية تعتبر ثانوية فيها أماكن أقل لحرق الموتى، لكن تقدر تمشي من هناك لهون تقريباً بثلث ساعة إذا مهتم تشوف هذا الإشي. مش هذا موضوعنا، وأنا ماشي بالشوارع حبيت أوقف وأحكي مع واحد من الأغوريين أفهم ثقافته أكثر، من وين هو جاي، شو قصته، شو بعمل. فوقفت عند واحد وحعملت معه مقابل، لكن قبل ما أفرجيكم المقابلة بدي أفهمكم الفلسفة خلف وجود هدول الأغوريين أو السادوز اللي بيشوفوهم في هاي المدن اللي داهنين حالهم برماد الموتى، بدخنوا حشيش وبكونوا شالحين. الفكرة العامة من هذا الإشي إنه بالأديان متعددة الآلهة مثل الديانة الهندوسية بالعادة الناس بيخصصوا إله واحد اللي هو أهم واحد بالنسبة إلهم عشان يعبدوه، وهذا الإشي بيكون حسب عوامل كتير. مثلاً لو في ناس عايشين قريب من بحر رح يعبدوا الإله فيشنو لأنه عنده قدرات أقوى في مكان البحر، ولو ناس عايشين في الجبال على الأغلب رح يعبدوا شيفا. بالتالي كل واحد من الآلهة له اهتمامات وأفضليات وقدرات مختلفة على حسب المكان اللي هو فيه. لكن عندنا بهاي الديانات أيضاً مفهوم الإله الأعظم اللي هو بكون أعظم من كل الآلهة الثانوية اللي حكينا عنها، وبفرق عن هاي الآلهة إنه ما عنده أي تحيزات لأي إشي على حساب إشي تاني، ناس على ناس تانيين، العدل على الظلم، الخير على الشر، ما بكون عنده أي تحيز بين كل هاي المفاهيم وبيجي بالنص. فالأغوريين والسادوز هم الناس اللي بيقرروا يكرسوا حياتهم لهذا الإله، بيعيشوا بالنص، بتقبلوا الحياة زي ما بتقبلوا الموت، بتقبلوا الظلم زي ما بتقبلوا العدل، بتقبلوا كل إشي يمين وكل إشي شمال، فبالتالي بيكونوا جداً بعاد عن الواقع. من هيك بنشوف إلهم كتير تصرفات غريبة زي إنهم عم بدهنوا حالهم برماد الموتى، باكلوا لحم بشر، بيدخنوا حشيش كتير على أساس إنه هو هذا الإشي اللي رح يعطيهم قوة الإله شيفا. لما يدخنوا دايماً بيقولوا لك we want to evoke شيفا. فهاي فكرة بسيطة عن الفلسفة وراء هذا الموضوع. خلينا هلأ نروح نعمل المقابلة مع عمو الأغوري. So, what do you do in your day? No, video. Just sitting and almost blessing. Blessing. And smoke, chillum and meditation. Why you smoke? Marijuana. Okay. It's one kind of meditation. What is different between Baba, Sadhu and Nagas? Naga is different. Naga doing Vishnu. Okay. Vishnu ceremony, he doing Mahakal ceremony. Mahakal means Shiva. Shiva is one place. Burning palace is my Mahakal. And eating human meat. Okay. In years, 3 days. So every year you eat human 3 times. From where? From the burning ghat. Burning ghat, buying and... Ah, okay. If you like to give him some weed and you can... Okay. Keep. So people give weed, yes, drinks. Yes. It is karma. If you what you giving, he's come to back to you again. And I will say you. If you can you ask why he want become Baba? Sadhu life, this my God life. Is God. God life, this my culture, this my Sanatan Dharma, Hindu Dharma. Okay. Dharam. Yes. Gorakhpur. If you going Nepal on the way, you can find the Gorakhpur. There they doing going. In years one time, there for few days, they do their meditations. Okay. And eat human meat. Human meat. And every day they are drink. They need drink. Okay. It is one kind of holy food for him. Okay. To be close to Shiva. How are you? How are you? Good. Good. فبقولكم يا جماعة عاد معه. أوليتها ما كان بده إشي. بعدين بعد ما شاف انه بدي اصور وهيك وصورت كل اشي حسيته صار بده فلوس فدفعت له شوي بدل المقابلة.
هاي كانت رحلتنا في مدينة فاراناسي، حاولت أعطيكم أكبر قدر من المعلومات قدرت عليه، إن شاء الله استفدتوا. احكوا لي في التعليقات شو رأيكم في هاي المدينة وهل ممكن تزوروها. كثر الله أسفاركم، سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.